مين المغرب بقى خسرت النهارده فنيا؟ خلينا نقول شويه حاجات كده الاول يا كريم. اول حاجه نقدر نتكلم فنيا، بس الاول عايز اتكلم عن عنصر الارهاق. احنا بنتكلم هنا عن سفيان مرابط بيلعب البطوله من اولها او من ثاني ماتش هو عنده مشاكل في ظهره، بياخد مسكنات وغلابه، ده اول حاجه. رومان سايس مصاب ولعب على اصابته الماتش اللي فات ولعب على اصابته الماتش ده، واعتقد كان يعني مش هقول غلط، ولكن برضه الرجالي غصب عنه ان هو شايف اتنين مساكين اساسيين بتوعه مش موجودين، فهيدفع باليميق وداري جنب بعض قدام فرنسا، ده كتير. ده الجزء الثاني. ياسين المزراوي مصاب، حكيمي بيلعب على اصابته، حكيم زياش في وقت من الاوقات وصل ان هو مصاب، فانت بنتكلم في نص الفريق مصاب. النهارده منتخب المغرب ما بعد تغيير رومان سايس ثم بعد كده ياسين المزراوي بيلعب شوط كامل قدام منتخب فرنسا بدفاع احتياطي، 3 من 4 احتياطيين. فكان بالنسبه لي انت اعتقد جمال هيختلف معايا، خلينا نقول انا وجهه النظر، ليه وجهه النظر العكس كده. انا كنت شايف اللعب بخمسه النهارده هو منطقي. ليه منطقي؟ منتخب فرنسا عنده حلول من كل اتجاه، الريجري قرر ان هو يحاول يقفل اغلب الحلول الممكنه. طبعا في حل فضل ناقص هو للاسف اللي جه منه الجون الاولاني، هو كان عايز يقفل ان مبابي ومديمبيلي ما يروحوش واحد على واحد، لان دي مشكله كبيره جدا. اي حد مع كل مستوى حكيمي العظيم ومزراوي فده خطر كبير جدا. الخطر الثاني هو ازاي يسيطر على جيرو في الكره العرضيه، ما يدلوش المساحه، لان جيرو مش مجرد لاعب بيطلع يلعب بدماغه بس، هو مهم جدا في ازاي ان هو محطه لزمايله، في ازاي بيضغط بشكل قوي، ازاي بيدخل التحامات هوائيه قويه. فدول اللي كان الحاجتين اللي كانوا مهمين بالنسبه لي، لان منتخب فرنسا كاتنين في نص الملعب اللي هو تشواميني ورابيو، والنهارده كانت تشواميني وفوفانا، مش اتنين يدوا خطوره قويه. بس مع كل ده في عنصر بقى ناقص هو اللي عمل الخطوره، اللي هو انطوان جريزمان اللي بيقدم بطوله اعجازيه في رايي، عدد اكتشاف كبير لنفسه ما بعد سنوات صعبه في برشلونه. باين انه ما عادش اكتشاف نفسه، انا اعتقد ان ديشام عاد اكتشاف. لسه هقول لك تحسب لدي ديشام طبعا ديشام بصراحه البوزيشن الجديد. الكل وكان بيتكلم على غياب كانتي وبوجبا، وازاي الكره الطويله المعتاده اللي كان بوجبا بيستلم الكره يرفع عينه ومبابي بيجري، دي كره خلاص كاس عالم، صح، ان فرنسا تعمل معاها ايه. لكن كان في انطوان جريزمان السنه دي، وهو ده اللي كان بدا الرجراجي حاول ان هو يقفل على قد ما يقدر خطوره اللعب اللي هم كتيره قوي عند منتخب فرنسا، فده اللي قدر يعمله منها وللاسف ما كملتش بشكل كبير. الحاجه الثانيه كمان هي ان فعاليه منتخب المغرب ما كانتش قويه في الثلث الاخير. الماتش ما بعد اول ربع ساعه بقى مفتوح تماما، في مساحات هنا ومساحات هنا، نص ملعب الفرقتين قادر يخرج بالكوره، وناحي وامرابط كانوا عاملين دور عظيم جدا. الناحيه الثانيه طبعا فرنسا هي فرنسا، ولكن الفرق ما بين المنتخبين اللي كان واضح جدا هو ان فرنسا بيستلم الكوره، تشاوميني بيجري فوفانا، فوفانا بيجري جريزمان، جريزمان بيودي مبابي انفراد. مع المغرب بحس الموضوع هادي، وناحي بيخرج المرحله الاولى او امرابط يسلم الكره للثلث الاخير، الموضوع بيبقى بطيء او هم مش عارفين يقدموا ايه. يوسف النصيري بيستلم بيلمس الكره 3 مرات النهارده بس، لعب اعتقد 60 دقيقه او 55 دقيقه حاجه كده، 3 مرات بس. فده الفرق ما بين المغرب وفرنسا ببساطه. الشوط الثاني الريال يحاول ان هو ينقل كل ده خالص ويزود الحمل ناحيه اليمين اللي هي شمال فرنسا، مبابي ما بيرجعش كتير، وثيو هرنانديز عارفين ان هو هجوميا اقوى من دفاعيا طبعا، فكان هدفه ان هو يعمل زياده في الحته دي. زياش راح مع حكيمي مع اوناحي، اوقات كمان كان سفيان بوفال بيروح في الحته دي، وده كان الهدف منها كلها. راحت المغرب مره واثنين بس ما كانش فيه استغلال للفرصه. على فكره بمناسبه ثيو هرنانديز انه بيهاجم احسن ما بيدافع، هي الفكره بس في ثيو هرنانديز انه بيهاجم 9 من 10 وبيدافع 7 او 8 من 10، يعني برضه عشان احيانا الناس يقول لك ايه نتعامل مع ثيو هرنانديز ان هو بيدافع وحش قوي، هو النهارده عمل مباراه دفاعيه قويه جدا. لا هو بالمناسبه كويس، بس هو لو النهارده اوباميكانو اللي كان بيلعب مكان كوناتي كنت شفت نقط ضعف اكبر في ثيو هرنانديز. دي بانت في ماتش انجلترا ساكا كان نجم الماتش، لان هو ثيو هرنانديز مهاجم عظيم جدا ولكنه دفاعيا عنده مشاكل. الباك المدافع اللي جنبه مهم يكون بيسنده، اوباميكانو ما قدرش يسنده في ماتش انجلترا، فظهرت اكتر من غلطه منه ومن اوباميكانو نفسه. النهارده كوناتي مدافع سريع جدا دايما بيلحق المدافع اللي وراه الباك اللي وراه، فدي يمكن اظهرت شويه ثيو هرنانديز بشكل او الجبهه دي بشكل افضل. الراجل حاول يضغط من الحته دي كتير جدا بس للاسف ما قدرش ان هو يوصل بيها اللي هو عايزه. فمنتخب المغرب ادى المطلوب بشكل ككوره او ك يعني مدرب قدام مدرب، الوضع بالنسبه لي تمام. هو انا متفهم ان هو كان عايز، لان هو عنده مدافعين غايبين اساسيين فعايز يقفل اغلب نقط اللعب، فده بالنسبه لي مقبول جدا. خسر ده طبعا انه غير سايس فقدر يرجع تاني زي ما كان موجود، حاول يضغط في ناحيه اللي هي اكثر نقطه ممكن يتقدم بيها فرنسا، ولكن للاسف السرعه ما كانتش موجوده. مشكله التلت الهجومي اللي احنا كنا عليها من قبل البطوله حتى للاسف استمرت قدام فرنسا.